حصلت قصة عجيبة. هذه القصة حصلت سنة 40 و200 من الهجرة النبوية، 240 هجرية، وقعت في مكة على يد رجل يسمى بأبي غياث. أبو غياث شيخ فوق 80، عنده 4 بنات وزوجته 5، وأمه قاعدة معاه 6، والمرأة عندها 2 قاعدات معاه 8، هو 9. في رمضان، في رمضان سنة 240 هجرية، هذا الرجل العجوز لما أذن الأذان لم يجد إلا تمرات فشقها على الصائمين وأفطروا بها، وخرج إلى الحرم لعله يجد من يتصدق عليه ومن يحسن إليه ومن الجوع جلس الرجل تحت مبنى ومد رجله فإذا به يصيب شيئا لينا، فخشيه أن يكون الشيء حيا، فجمع أرجله ووقف على الجوع الذي عليه، ثم جاء بعود فنكت فإذا هو هميان. هميان، الهميان الحزام اللي بيلبسوه الحجاج ويخط فوقه أشياء. نفضه فوجد فيه، في هذا الهميان، 1000 دينار من ذهب، ولكن الشرع يقول اللقطة في مكة لا تلتقط. يعني لو قلت لك حاجة من حسة تعرف كم مشيت مكة، ولقلت لك حاجة رايحة ما تشيلها، ما تقول الله داني وتدخلها في جيبك إلا لمعرف، تشيلها تقول دي حقت منه، بعد فترة كما لقي السيدة تمشي ترجعها محلها تخطها في الصقيعة وتمشي. فأخذها وذهب إلى البيت، ولما رأته المرأة فرحت، قالت نحن مضطرون. قال لها يا لبابة، المرأة اسمها لبابة، يا لبابة إن هذه لقطة حرم. قالت له يا أبا غياث نحن جياع. قال لها والله لأصبرن. خدتها ودساه ذهب إلى الحرم عشان نشوف سيد الهميان الحزام، فوجد شيخا خراسانيا يقف يقول يا أهل مكة لقد ضاع مني همياني فيه 1000 دينار، فمن وجده فأنا هاهنا. فوقف أبو غياث عمل مناورات، قال له يا أيها الرجل، يا أيها الشيخ، أغرهم، إن أهل مكة فقراء، أغرهم، قل لهم البلقاء بندي كده. الشيخ وقف قال الذي يجده لا شيء له عندي، بس تجيبه. أبو غياث قال لي يا أيها الشيخ اعطه 100 دينار، 100 دينار دي بتريح وتب، 100 دينار. قال لي ولا دينار، مشى البيت تعبان، أصبحوا باكر صايمين والجوع شديد، حتى صاروا يتخبطون من الجوع وما وجدوا من يعطيهم شيئا. مشى اليوم الثاني لقى الشيخ بيتكلم، قال لي يا شيخ خلاص 100 كثيرة، أدي 10 دينار بس. قال له أجره على الله ويجيب لي هنا. رجع أبو غياث. اليوم الثالث زوجة بدأت تناقشه، قالت يا أبا غياث أغناك الله، أنت 50 عام على الفقر. قال لها لقد صبرت على الفقر 50 عام فلأصبرن عليه ولم يبقى لي إلا القليل من حياتي، وأنا 50 سنة صبرت، بعد أجي أضيع 50 سنة؟ والله لا أحرق بعد 80 حشاشتي بالنار. قال لها بعد عمري 80 سنة والله ما أدخل نفسي النار. قالت يا أبا غياث بناتك؟ قال بناتي استودعتهن ربي، بناتي أمنتهم الله، ما عندي شغلة في البنات. ذهب اليوم الثالث وقال للشيخ الخراساني، الشيخ وقف لسه يا أخواننا ما في زول لقى، في واحد كان طالب في مكة الأيام دي جاي يتعلم العلم الشرعي، شايف الموضوع ده بينه وبين نفسه، قال الراجل ده
شايل الموضوع ده فهم ان الراجل بكل يوم بيقول له يا خديو. قام ابو غياث قال له اعطه دينارا، قال لا اعطه شيئا. قام ابو غياث قال للرجل تعال هميانك عندي، فاخذه الى بيته المتواضع خلاص ابي يدوه والشي حقه مفروض يرجع له. قال الطالب فتبعتهما حتى دخلا دارا وجلست بالقرب من الدار أنظر ما الذي يحصل. قال فجاء أبو غياث بالهميان يتهاوى من الجوع ووضعه بين يدي الرجل الخراساني، ولبابة وبناتها من شق الباب ينظرن عساه أن يمن عليه بشيء، فأخرج المال وعده نقدا فوجدها ألفا لم تنقص ولا دينارا. حمل الرجل الهميان ولم يقل لأبي غياث شكرا وخرج آخر أمل. قالوا أمكن لما نجي يلقى القروش يطلع له حاجة يقول له هكذا حلال، ده ما حلال، زول عصر لك حاجة من نفسه حلال. قالوا دي ما عملها، البنات وقعن والأم وقعت خلاص. وجلس أبو غياث في مكانه. قال الطالب الطبري وأنا أستمع ورأيت الشيخ الخراساني خرج بالهميان وبعد مسافة رجع وطرق الباب لأبي غياث فخشيت أن يطرده. يقول له زلهوي عندك شنو؟ كرهت نزاته قروس جعلنا لك أمشي بالله. ولكن أبا غياث كانت ذا خلق النبيل فأدخله. قال الخراساني لأبي غياث إن هذا المال أوصى به أبي، ترك لنا 3,000 دينار وقد أوصاني 1,000 ثلث التركة أن أقسمها على فقراء مكة، وإن الهميان الذي وجدته إنما أتيت به لأقسمه على فقراء مكة ولم أرى أفقر منك، كله لك. أداه 1,000 دينار كلها وخرج الشيخ الخراساني. طبعا في ناس بيكون أول حاجة اتغاظوا من الشيخ الخراساني ده، قالوا ده جلد ذاته بطريقة عجيبة، لكن الزور راقد له فوق راي زي ما بقوله. الشيخ الخراساني ذهب رأى أبو غياث الطالب الذي يتابعه، قال له تعال ماذا أنت؟ قال أنا طالب في مكة وكنت أراك 3 أيام تقول للشيخ الخراساني هكذا. قال له أعطاك الله، جابه قال له تقسم معانا تقسم معانا. دخلت شاب الخراساني أبو غياث جاب بناته 4 وأخوات المرأة 2 وأمه ومرته وهو 9، الشاب الطبري 10، أي واحد أشال 100 دينار حتى الطالب. قال الطالب فتعلمت بها العلم. من كان الطالب؟ كان الطالب محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، هو الذي حكى القصة وقال قد أخذت 100 دينار تعلمت بها من أبي غياث، وأورد هذا في كتابه التاريخ القيم المسمى بتاريخ الأمم والملوك. والله لكن دي قصة عجيبة. قال أول يوم طبعا فطح يفطر اليوم ده فطور كارب، فطروا فطور كارب وبدأ أبو غياث يلملم بقية الطعام. قالت له لبابة إلى أين يا أبي غياث؟ قال إلى فقير من فقراء مكة لا يجد ما يسد به جوعه في هذا الصيام. استفاد. عشان كده الرسول قال كان يستعيذ بالله من غنى لا يطغينا ومن فقر لا ينسينا. غنى في غنى بيطغي الزول، واحد الله يدي قروش امشي انفق في الأشياء الفارغة، كورة وكورالات وفنانين وقعدات ووجبات، ويأكل منه يأكل الناس الكبار كبار يعزمهم. انت زول ده تأكل، انا بوريك تأكل ناس منه. لو قروشك محرقات مك عارف تعزم منه، انا بوريك الناس تعزمون الجعانين تأكل ناس ما جعانين. يقول لك ده شغل عشاء، شغل العشاء ذاته مالي الله للشغل، تخيل. لانه في القعده دي بعد ما يعشيهم بيكتبوا حاجات وبيوثقوا حاجات وبيبيعوا بيعات، اسمه عشاء شغل. ترف عجيب.
أبو غياث هذا قال عنه محمد بن جرير الطبري. فرجعت إلى دياري ورجعت بعد 20 سنة، كان أبو غياث يقول للبابة: يا لبابة، صبرنا على درهم من دينار من الحرام. مرة تقابل بتقول خلاص شيل دينار واحد بس أن نتعشى به. صبرنا على دينار من الحرام فعوضنا الله 1000 من الحلال. وده أهم درس يستفاد من القصة. قال محمد بن جرير الطبري: فعدت بعد 20 عاما فوجدت أبا غياث قد مات وبناته ملكات تزوجهن الأمراء، بناته 4. قال: فصرت أنزل إليهم، أنزل عليهن في بيوتنا وأخبرهم بقصة أبيهم، فكانوا يكرمونني غاية الإكرام. ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذا معنى أغنى فقير.